نلقى النادي الرياضي الصفاقسي هو الفريق الثالث على المستوى الافريقي في دفع الاموال واستقطاب اللاعبين، والفريق يعاني في مشاكل ماليه لا اراك الله معناها مكروه. كيفاش السي اس اس اليوم بك الاموال هيك في نمشيت الاموال هيك، وشكون جاب الملاعبيه هيك، وعلاش الرقم العالي هيك، وعلاش هما وعلاش الرقم العالي هيك؟ والله نسيت الرقم. فما الاهلي فما فريق اخر ثاني ثم نادي الصفاقسي على مستوى الانتخابات، ارقام مهوله. وشوف السي اس اس فاش تعان باش فلسوا هما الجمعيات يا خالد يا عايش خويا، وعلى مستوى الانفراستركتور يا وجدي. علاش ما كما قلت انا البارح قلت البارح، علاش ما نخدموش سيدي ا لون تيرم؟ علاش ما نعملوش ان اوبجيكتيف على مستوى وزاره الاشراف يا خويا؟ ملعب كل ثلاثة سنوات بالضبط، هاي سافا ملعب كل ثلاثة سنوات تحكي على ملعب تنقاور، واحنا بعد 10 سنين عندنا ثلاثة تيرم اخرين. يا اخي سعيد عبد الباقي السيد الوزير مشى الملعب الاولمبي بسوسة، اش قال؟ اعطى رساله طمأنه لجمهور النجم الرياضي الساحلي، تهناه وان شاء الله الكراسي مش تكون موجوده والنجم مش يلعب في الموال المباراه. حلنا في الكراسي هكا ولا اليوم، وحلنا في ابيل دوفر تاع اربع كراسي في الملعب الاولمبي بسوس. ما لما عادش نطالبوا الناس باش تلعب الكره وتتطور وتعمل ثاني. شوف ايش اقول لك حاجه، مادام ما فماش بنيه تحتيه ما عندناش حق، نعاود نقول ما عندناش حق باش نطالبوا بالنتائج وبتطور كره القدم وبال يا انا قاعدين نطالبوا اليوم. حاب نقول كلمه على الشعب التونسي وعلى الاعلام الرياضي انه يعتذر من المنتخب الوطني التونسي ومن الجامعه التونسيه ومن الناخب الوطني جلال القادري، الا كما هو متوفر حتى شيء. لا لا الجامعه التونسيه مورطه للعنكوش في نحكي على الظاهره الرياضيه يا سي عبد. مش نقول لك علاش مورطه للعنكوش تو، احنا انا قلت المرة الاخرى قلت لها راهو كل حل بالنسبه لينا مربوط بحاجه اسمها الصبر. اونتر تو تقول لي شنعملوا، اونتر تو اون في افيك، معناها نشوف انا ليش انا انا كبو انا كبو اسمع موجوده انا كبو عائله عندي مدخولي 600,000 في الشهر، نتصرف في حدود 600,000 في الشهر هذيك باش ما نزيدش نتدين ونغرق ونحاول الماكسيموم بوسيبل اني نززي ولادي وعائلتي، رغم انه 600 مش كافيني داكور. ثم واحد غير يتحلق في الديون ويغرق هو ويترسل له شيكات وحبس وكذا ويعمل مرمى. اسمعني انا منطق رياضي، منطق رياضي، منطق رياضي. سي عبد الباقي ما تنجمش تطلب من ولادك معجزات ب 600 دينار نجم نوصل ولادي لمستوى مرضي، نقريهم سافا كذا، واحد ما قريوش في المانيا نقريه في تونس، ما قريوش في المدرسه بالخاصه نقريه في الببليك، ما قريوش في الروضه نقريه في الكتاب، حتى اللي نوصلوا بالامكانيات اللي عندي انا. معناها هنا ثم ترشيد المصروف باش انا نجم نوصل وليداتي وما يجيعوش وكذا افيك لو مينيموم، وبعد تتفتح لهم افاق اخرى. انت تو في الكوره راهو نفس الشيء، ما تنجمش قال تحكي على تشامبيونز ليغ ويلزمني نكون موجود فيها بالسيف ويلزمني نكون في المونديال ويلزمني كذا وانت ما عندكش تيرانات. الور كوفير هنا لا باز اللي فوتنا فيها برشا وقت 10 سنين انه بالتيرانات هذه كنا نجم على الاقل نخدموا حاجه اسمها تكوين في مستوى الشباب، ما عملناهوش. قعدنا كما قلت انت توا ناخذوا في الملاعبيه من الخارج وتروى كلاتي تروزيام في صرفين الاسبوع، توا تمشي تجيب لي ملاعبي بزوج مليارات باش يجي ما يلقاش تيران في تونس؟ شنو هو معناها تمشي تشري صاله صالون لوي 16 ولا لوي 17 ب 10 ملايين وانت ساكن في كوخ؟ نسالك سؤال، اسالني تفضل. المسؤول الموجود في الجمعيه تويك اي جمعيه بدون ذكر الاسماء، قولوا هاو ملاعبي ولد الجمعيه وراو قادر وينجم يمشي لبعيد وبلا فلوس، وراو يتكلف 800 دينار شهريه، وراو هذا يتكلف 2 مليار دويت. المسؤول الموجود تو شكون يجيب يا خو نتاع 2 مليار دويت؟ علاش خليني نكمل التسلسل الفكره نتاعي. علاش قلت لك الجامعه بالنسبه لي للعنكوش في المساله هذه؟ لانه الجامعه قاعده تواكب في الشيء هذا تغزر وماهيش هنا وتخمخ سايبه العباد الحال الحابل على النابل وماهيش هنا ومسيب الناس تتجاوز حتى في القوانين اللي ضابطه الاجور وضابطه 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 وما هيش هنا، وتجاوزت حتى انه الناس اللي لازمها تتعاقب بسبب التجاوزات هذه وهي ما هيش هنا. الور لو كانك انت حطيت ضوابط ولميت الناس يا ناس واش عندي؟ عندي 4 ترانات واش نجموا نعملوا بهم
واي حدود تصرفكم، واللي يجيب لي ملاعبي ما نعطيوش، ما نعطيوش اجازه اصلا. يا سي عبد الباقي اوكي معاك هنا، فما فما مش جمعيات قويين، ما تقدرش عليه، ما تقدرش عليهم، لازم توقف، ما تقدرش عليهم شد دارك، ما تقدرش عليهم شد دارك، ما تقدرش تسير الجمعيات هذه شد دارك. ويلزمها عسكري، يعني قلتها ونعاودها، الكرة تحب تصلح يلزمها عسكري. معك سامحني انت، معك في التمشي في القوانين، عسكري في الفكرة، مي اسكو عسكري في الفكرة، لا لا عسكري في كل شيء. اسكو وزارة الاشتراف ولا الدولة معناها عندها الحق بسن قوانين على النوادي؟ لا 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 لا، الدولة تقول لها مثلا، الدولة في مستوى معين اللي هو مستوى سلطة الاشراف ثم قانون ونستنوا فيه اسمه قانون الهياكل الرياضية، وهو قانون الدولة في الرياضة. انت في مستوى الجامعات القوانين بتاعك تعملها متلائمة مع قانون الهياكل الرياضي بالضبط. وتوا اساسا اذا كان تعدى قانون الهياكل الرياضي هذايا وقاعده تقع فيه برشا مراجعات، راه تذكر انا قلت لما كل واحد وش يقول يا سي عبد الباقي، لا سنه صارت تفكر، قلت لك لن يمر كما هو، عندي مده هنا فهمت، افكتيفمون قاعده تقع فيه برشا مراجعات وتوا سيمر. بعدها ستجد انه الجامعات الكل تقريبا مطالبه باش تعمل جلسه عامه خارقه العاده باش تعمل تنقيحات تخلي قوانينها تتلائم مع قانون الدوله باش ما يقعش تضارب فيه. يا سي عبد الباقي، هل يعقل اليوم جمهور النجم الذي الساحلي متهم